نحن ببرج الكيفان، سنتجه إلى حي المعدومين برويسو، مسافة سنقطعها على متن السيارة عبر المسار الذي يتخذه ترامواي الجزائر. نصف ساعة تمر ولم نصل بعد. حركة المرور جد بطيئة عبر هذا المحور. وصلنا إلى حي المعدومين برويسو. قرابة الساعة والنصف قضيناها في مسافة لا تتجاوز 17 كيلومتر، وهذا دون احتساب أي طارئ قد يحدث ويسبب في شلل تام في حركة المرور. سوف نقطع نفس المسافة عبر ترامواي ولنقارن الفارق الزمني. وفي رحلتنا أخذنا رأي مستعملي الترامواي. لا بأس، الحمد لله نعمة، يا برودة خير من تروح تضيق هذاك ترونسبور من هنايا، زيد شوية درنا شوية هذيك دوكا الحمد لله، كاش قاعد يرونجمو هذاك نعمة. بكري كان واحد يدير في ترونسبور 45 دقيقة باش يوصل لافاك، دوكا عاد أن كاردور يكون في لافاك. نلقى الراحة تاعي ربما في الوسيلة هذه أحسن من السيارة وأحسن من الازدحام. يسهل على الناس لي ديبلاسمون تاعهم، سي بلي فاسيل كونفيفيال لي فاميليال تاني. درك المشكل السيارة سيركيلا والحالة لا سيركيلاسيون وحدة وثاني وانت ستاسيوني ما كانش، دوكا راني بال 2000 فرانك نقضي صوالحي ونروح. أقل من ساعة مدة استغرقها الترامواي في قطع هذه المسافة بين برج الكيفان وحي المعدومين.